السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نطلق واحد البارتي مهمة بزاف، هي لابسيس كيرفيلين برانسيبال. يعني كيفاش نعرف واحد البوان واش لابسيس كيرفيلين برانسيبال أو لا. المهم أول حاجة نعرفوا على الخاصية ديال لابسيس كيرفيلين برانسيبال. إذا عطونا واحد النقطة أ اللي فيها عند واحد لابسيس، هاد لابسيس معرفتوش واش لابسيس كيرفيلين برانسيبال أو لا. إلا لقيتو كيتكتب لي على هاد الشكل، إكس كتساوي ليا 2 كابي بلس الفا، بحيث الفا ينتمي الى موان بي بي. اذا نقول في هذه الحاله هاد اكس هذا راني قلبت لي على لابسيس كيرفيلين برانسيبال ديالها هو الفا. كنكتب في هذه الحاله الفا اي لابسيس كيرفيلين برانسيبال ديال من 2x. علاش؟ لانه كيحق ليا الشرط ينتمي. كيجي السؤال اللي كيطرح، استاذ كيفاش غادي نعرف ان واش هذاك يعني النقطه اللي عطوني واش هي ابسيس كيرفيلين برانسيبال او لا؟ ناخذ امثله باش نعرفوا. ناخذ هذا المثال، هذا عطونا لابسيس كيرفيلين، عطونا واحد لابسيس اللي هو 5 بي على 2، ما عرفوش واش ابسيس كيرفيلين برانسيبال او لا. طريقه سهله ما كاينش فيها مشكل. اذا اشنو كنلاحظ؟ كنلاحظ ان البسط هو 5 والمقام هو 2، اذا البسط كبر من المقام. في هذه الحاله هذا 5 بي على 2 لا ينتمي الى موان بي بي. في هذه الحاله كنقول ان 5 بي على 2 سوني با ان ابسيس كيرفيلين برينسيبال، دونك خاص نرد انا ابسيس كيرفيلين برينسيبال. اذا كيفاش غادي ندير؟ اذا 5 بي على 2 كتساوي ليا، اذا الطريقه سهله ماهله، كناخذ المقام اللي هو 2 كنضربو في واحد 2، شحال كيعطيني؟ كيعطيني 4. مزيان. اذا هذيك 4 اللي لقيت، اذا هذيك 4 اللي لقيت غنشد البسط اللي هو 5 ونقسمو على 4 اللي كيعطيني شحال؟ 1.25. اذا واش هاد 1.25 قريبه ل 2 ولا قريبه ل 1؟ اذا 25 يعني بعيد على 2، اذا غناخذ 1. اذا غناخذ 1 وغنضربو فاش؟ في 4. 1 في 4 كيعطيني 4. مزيان. اذا لقيت هنايا 4 غادي نرجع مباشره لهنا. اذا هذيك 5 نكتب على شكل، اذا 5 بي تكتب على شكل 4 بي على 2. شحال خاص باش تكون 5؟ خاصها 1 بي. مازيان. اذا دابا خاصني نقسم المقام، تولي غادي 4 بي على 2 زائد بي على 2. سابيا دابا نختزل، تولي عندي 2 بي زائد بي على 2. فوالا اش كتلاحظوا؟ كتبت على شكل دو كابي بلس واحد الفا. دو كابي الكافي هذه الحاله كتساوي 1، اذا وهنا بي على 2. كنلاحظ ان بي على 2، دونك عندنا بي على 2 ينتمي فين؟ موان بي بي. اذا لابسيس كيرفيلين برينسيبال ديال هذا هو بي على 2. كنظن الامور واضحه. مزيان. كنجي مباشرة للتمرين الاخر اللي عطوني فيه 2020 بي. هنا ما عندي لا مقام لا والو. كنلاحظ 2020 لا تنتمي الى 2020 بي، لا تنتمي الى موان بي بي. اذا سوني با نابسيس كيرفيلين برينسيبال. دونك كيفاش غادي نتعامل معها؟ مباشرة كيبان ليا سهلة. 2020 بي هي 2020 بي بلس واحد زيرو. علاش؟ لانك تكتب لي على شكل دو كابي. دونك في هذه الحاله زيرو ينتمي الى موان بي بي. اذا لابسيس كيرفيلين برينسيبال ديال 2020 هو هذه، نقدر نكتب حق ابسيس كيرفيلين برينسيبال دو بي اي زيرو. تو سامبل. دونك كنظن ان الامور واضحه. مزيان. نرجعوا لهذا المثال الاخر ديال اخر مثال. انا شكون اللي عطوني؟ عطوني 101 بي على 3. 101 بي على 3 نابارتونو با ا موان بي بي، دونك سوني با ان ابسيس كيرفيلين برينسيبال. دونك شنو هي لا ميثود اللي كنديرو؟ كناخذو 3 اللي عندي اللي في المقام كنضربها في 2 كتعطيني شحال؟ 6. مزيان. لقيت 6، اذا غناخذ البسط اللي هو 101 ونقسمو على 6. شحال كيعطيني؟ 101 قسمة 6 كتعطيني 16.3
83 مازين. اذا شكون اللي قريب 17 ولا 16؟ كنلاحظ 83 قال واش كما 17، اذا هي 17 كنضربها في 6 كتعطيني شحال؟ 102. مازيان. اذا كنرجع نكتب 101 بي على 3 اللي هي 102 بي على 102 بي على 3 اللي كتساوي ليا زائد شحال خاصه نقص منها شحال بي. فوالا دابا غادي نقسم الكسر تعطيني 102 بي 3 102 بي ناقص بي على 3 اذا تعطيني شحال هذه قسمتها تعطيني 34 34 بي موان بي على 3 اشنو كنلاحظ كنلاحظ ان 34 بي كتكتب لي اشكال دوكا بي موان بي على 3 في هذه الحاله موان بي على 3 ابارتونون ا موان بي بي اذا لابسيس كيرفيين برينسيبال ديال 101 بي على 3 هو موان بي سور 3 كي بارتيان كي ابارتيان موان بي بي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء اللي درنا اليوم. اذا نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي ديال كيفاش ندير لا سامبليفيكاسيون دي زيكسبريسيون تريغونوميتريك ونعرفوا شنو هي الطريقه السهله باش نطبقوا هذا الشيء هذا. اذا كنتمنى لكم التوفيق والتيسير نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. يلا الله يسر الامور.